إنه الأهلي يا سادة، الأهلي الزعيم، الأهلي سيد القارة ونادي القرن دون منافس، الأهلي الأعظم إفريقيا وعربيا، الأهلي صانع البهجة والفرحة في قلوب الملايين، الأهلي ملك الأضياء وصاحب التاريخ العريق. والنهاردة الأهلي بيغرد في كأس العالم للأندية، ونسره يطير إلى المجد ويطلق صفيره في سماء المغرب ويوصل صدى لأوروبا بعد ما وصلنا للمرة الخامسة في تاريخنا لنصف نهائي البطولة، ولكن المرة دي هتكون في مواجهة نادي القرن الأوروبي ريال مدريد. مليون مبروك لجمهور الأهلي ولأفضل منظومة رياضية في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط. وبنقول لريال مدريد، انتوا جاهزين؟ سامعيننا؟ مستعدين كويس؟ انتوا على ميعاد مع لقاء القمة مع النادي الأهلي، مستنيينكم. وبرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الحريفة. وقبل ما نبدأ حابة أنوه أنه النهاردة للأسف هكون لوحدي، زميلتي أميرة هتغيب عننا النهاردة لظروف طارئة، لكن هي حابة تشاركنا فرحتها بفوز النادي الأهلي مبارح، وبعتت لنا فيديو صغير هنروح نشوفه ونرجع تاني. يا مساء الفل والخير والسعادة والمكسب الحلو على كل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي وعلى جماهير النادي الأهلي بالأخص. مساء الفل يا هنودة، مساء الفل على مخرجنا وعلى رئيس التحرير وعلى كل كرو الأهلي اللي موجود في القناة النهاردة. طبعا أنا في الأول بس عايزة أعتذر عن عدم وجودي، أنا مش موجودة لسبب ظرف، بسبب ظرف طارئ، خير يعني إن شاء الله، بس مش هقدر أكون موجودة النهاردة معاكم. بس حسيت إن أنا لازم أطلع أبارك وأشارك معاكم فرحتي والفرحة اللي فرحناها امبارح كلنا بجد من الماتش، كان ماتش قوي جدا. ببارك للعيبة كلهم وبشكرهم على إصرارهم وإنهم فعلا يعملوا حاجة كويسة وإنهم فعلا يفرحونا، وإن شاء الله مكملين وعقبال الماتش الجاي إن شاء الله مع ريال مدريد. إن شاء الله تستمتعوا جدا بالحلقة مع هنودة، وأكيد في فقرات كتير قوي حلوة مستنياكم. بعتذر عن عدم وجودي، إن شاء الله أكون موجودة معاكم في حلقة بكرة إن شاء الله. ومبروك والنجاح لنجاح يا رب. هستناكي على احر من الجمر، غدرتي بيا وسبتيني لوحدي في الحلقه. الاهلي كل ما كترت ضحاياه ارتفعت احلامنا معاه في العالي وتخطت كل الحدود، وعشان ما فيش حدود لطموحاتنا عينينا على كاس العالم للانديه. بس المهم ان احنا نعدي من الامتحان الصعب قدام ريال مدريد، وقلنا ان كلنا بندعي ونقول يا رب، ولسه بندعي وهنفضل ندعي ونقول يا رب. عندنا كلام كتير وتحليل تفصيلي للمباريات وتشكيل، بس خلونا نروح نشوف الأول معانا إيه أخبار النهاردة في السريع. أول خبر معانا طبعا هو انتصار وتأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية بعد ما فزنا امبارح على فريق سياتل الأمريكي بهدف دون مقابل في ربع نهائي البطولة اللي بتتلعب في المغرب. والهدف اللي تسجل كان ببصمة صاحب القضية أفشة، واللي خد رجل المباراة. القضية اللي وصلتنا المرة دي لأننا نلعب قدام بطل أوروبا ريال مدريد في المباراة اللي هتجمعنا يوم الأربعاء اللي جاي الساعة 9، وبإذن الله هيكون الفوز من نصيبنا ونوصل للنهائي وعلى حساب الفريق الملكي. مكملين الأخبار، وتاني خبر معنا هو تهنئة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي للاعبين وجهازهم الفني والإداري والطبي بعد الفوز طبعا زي ما قلنا على بطل أمريكا الشمالية وتأهل لدور قبل النهائي للمونديال، وأشاد بالأداء الرجولي اللي ظهر من كل اللعيبة والروح العالية والإصرار على تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير في كل مكان، وأكد على أن ثقته في اللعيبة وجهازهم الفني ملهاش حدود، وأن اللي حققوه في المباريات اللي فاتت بيزيد من مسؤوليتهم تجاه ناديهم وجماهيرهم اللي واقفة ورا الفريق في كل المناسبات. وعشان كده طالب الجميع أن هو يبذل كل الجهد والتركيز المضاعف للوصول لأبعد نقطة في كأس العالم للأندية إن شاء الله. الحقيقة الأهلي بيعمل عظمة في كأس العالم للأندية، مش بس في أرض الملعب، لأ كمان بره الملعب، وبيرفع اسم مصر في العالم كله. من امبارح والصحف العالمية بتتغنى بالمارد الأحمر وما بتتكلمش غير عن إن المواجهة المرتقبة مع ريال مدريد، وكتبت صحيفة أس أكبر صحيفة إسبانية الأهلي يواجه ريال مدريد، وكمان صحيفة ديلي ميل البريطانية كتبت حسرة بامتياز
لفريق سياتل ساوندرز الأمريكي سببها الخصوم المصريين. وكتب موقع مدريد يونيفرسال: ريال مدريد أصبح على موعد مع مواجهة عملاق الكرة المصرية النادي الأهلي. وفرانس 24 كتبت: الفوز المتأخر عن طريق أفشة يصنع نصف نهائي بين الأهلي وريال مدريد. كمان من الصحف العالمية اللي كتبت برضو كانت صحيفة ماركا الأسبانية اللي كتبت: سيكون الأهلي ملك إفريقيا العظيم منافس ريال مدريد الأربع. وأخيرا موقع MLS للدوري الأمريكي كتب: الأهلي يقصي سياتل ساوندرز بحسرة من كأس العالم للأندية. الحقيقة مهما قلنا مفيش حاجة ممكن تعبر عن شعورنا بالفخر بالنادي الأهلي وبنجاحات النادي الأهلي عمال يحققها، من نجاحات كرة القدم لنجاحات تانية. خلينا نقول يد سيدات الأهلي اللي فازوا امبارح برضو على فريق الشمس في المباراة اللي جمعت بينهم في بطولة دوري، واتلعبت على صالة الأمير عبدالله الفيصل بنادي الجزيرة، وانتهت بفوز الحمر بنتيجة 22-21 علشان يحافظوا على سلسلة الانتصارات اللي محققها طول البطولة، وكان آخرها الفوز على الزمالك في المباراة الماضية بنتيجة 23-21. طبعا بنتمنى الفوز والانتصار دايما للأهلي في الملعب وبره الملعب وفي كل الألعاب. خلصت أخبارنا، تعالوا نروح دلوقتي للجزء الثاني من فقرتنا تعليق في صورة. النهاردة بدل الصورة معنا اثنين. الأولى للحساب الرسمي لفريق سياتل الأمريكي واللي كتب بعد هزيمة فريقه في المباراة قدام الأهلي: كان شرف لينا نلاعب الأهلي في أول مباراة لينا في كأس العالم للأندية، حظ سعيد. وبمناسبة البوست ده في الحقيقة لازم أقول وأكد أنه الأهلي يا جماعة فعلا في حتة تانية. الأهلي يا جماعة شرف لأي حد في العالم، شرف لأي حد في العالم أنه يلعب قصاد الأهلي. وده مش كلام نحنا، لا ده كلام كل الأندية سواء كانت عربية إفريقية أو حتى العالمية عن الأهلي ومكانته العظيمة. نروح بقى للصورة التانية معانا النهاردة واللي هتكون من نصيب نجمنا حسين الشحات. حسين الشحات اللي عادل بهدفه اللي سجله في مباراة أوكلاند سيتي رقم أساطير كرة القدم ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو وجارث بيل، بعد ما نجح في تسجيله في ثلاث نسخ مختلفة في بطولة كأس العالم. الهدف الأول كان مع العين الإماراتي في 2018، الهدف الثاني كان مع الأهلي واحد في نسخته 2021 والثاني في النسخة دي. بنبارك لحسين الشحات لدخوله في القائمة مع أساطير كرة القدم والإنجاز الكبير اللي حققه كأول لاعب مصري وعربي وإفريقي يحقق الإنجاز ده، وإن شاء الله يتخطاه ويكسر الرقم ده وأرقام تانية كتير بتيشيرت النادي الأهلي. خلصت فقرتنا، هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. زي ما قلنا الأسبوع اللي فات، النادي الأهلي في كأس العالم للأندية بينافس على كسر أرقام جديدة وتحقيق إنجازات يضيفها لقائمة إنجازاته من مشاركته الثامنة. مش بس إن هو ياخد برونزية، لا عدينا الجزء، مش عايزين أقول السهل، بس الجزء اللي كان متوقع إن احنا نعديه. دلوقتي دخلنا على الجد، عندنا لقاء تاريخي مع ريال مدريد النادي الملكي، وعشان كده احنا دلوقتي معانا ومنورنا المحلل والناقد الرياضي والفني أحمد معطي اللي هيحلل لنا الماتشين اللي فاتوا ونحاول نعرف منه كمان هيحصل ايه في الماتشات الجاية. أهلا بيكم، منورنا يا أحمد. أهلا بيك. عايزين نتكلم الأول عن الماتشين اللي فاتوا، أوكلاند سيتي وماتش سياتل. تمام، نبتدي بالماتش الأخير، بماتش سياتل. كولر أدار المباراة بشكل هايل، لأن نادي سياتل عنده وجهين يعني نادي غريب شوية. نادي هو بطل الكونكاكاف، نادي بطل أمريكا الشمالية، بيفوز على النادي المكسيكي في بطولة الأندية المكسيكية مسيطرة عليها بقى تقريبا 16 سنة، مقابل أن ده نادي أمريكي جديد لسه في الكورة وقدر يفوز بالبطولة. بس فاز إمتى؟ في مايو. لما نيجي نشوفه هو بقى في الدوري الأمريكي عمل إيه؟ هو الـ11 على الدوري، فإزاي بطل قارته يبقى في نفس الوقت هو متأخر جدا في الدوري؟ فبالتالي مارسيل كولر لما بص المباراة ديت ودرسهم كويس قوي، إن عرف إن هو هيقابل الوجهين أثناء المباراة، فيعمل إيه؟ شفنا نادي سياتل نزل بقوة جدا الشوط الأولاني، ضغط عالي بشكل غير عادي،
بيهاجم بشكل قوي، ولعبته ما تقولش ان هي بقالها فتره مش بتتدرب، او بقالها فتره في اجازه، او الدوري منتهي من فتره طويله، مش بيتدربوا بشكل مناسب زي النادي الاهلي. ففعلا الشوط الاولاني النادي الاهلي كان بيدافع شويه، كان اندر دوج شويه، كان بيستقبل لعب اكتر. الشوط الثاني خلاص نادي سياتل بقى نادي مجهد، مش قادر يعمل اللي قدر يعمله الشوط الاولاني. فيعمل ايه النادي الاهلي؟ تقريبا من الدقيقه 60 65 ينزل ثلاث لعيبه بقدرات هجوميه اعلى. ليه؟ عشان استقبل الكره الثانيه. ليه؟ عشان اقدر اهاجم نادي سياتل. ليه؟ عشان انا اقدر الشوط الثاني ابقى انا مسيطر على المباراه. في الشوط الاولاني نادي سياتل كان عمل 8 تسديدات على النادي الاهلي مقابل واحده بس للنادي الاهلي. الشوط الثاني العكس تمام، الاهلي عمل 9 تسديدات وسجل هدف، ولو كان الماتش راح ل 120 دقيقه كان برضو الهدف هيجي. كل حاجه طبعا بايد ربنا يعني، لكن في الفكره وما فيها ان الاهلي كان هيقدر يسجل الهدف سون اور ليتر يعني. فاداره مارسيل كولر لمباراه سياتل كانت مباراه يعني او اداره جيده للغايه في سواء الشوط الاول او الشوط الثاني، وده برضه عمله امام اوكلاند، لان سياتل مش اوكلاند، سياتل اقوى بكتير واوكلاند اقل شويه. ما كانش ينفع الكلام اللي هو من بعض الناس اللي هو يقول ده لازم يدافع امام اوكلاند او يعمل لو بلوك او يعمل ميديم بلوك، ما كانش ينفع كل ده امام نادي بحجم نادي اوكلاند. لا، انت لازم تهاجم. وقد كان 21 فرصه للنادي الاهلي، 7 منهم على المرمى، 3 أهداف بطرق مختلفة. فمعنى كده أنت لازم تهاجم أوكلاند بكل الطرق، لدرجة إن إحنا شفنا بعض اللقطات زي الكرة الأوروبية حضرتك، يعني إحنا شفنا مثلا نادي أرسنال، مانشستر سيتي، ريال مدريد اللي هيقابلوا النادي الأهلي بيهاجم بخمس لعيبة على خط واحد. النادي الأهلي أمام أوكلاند كان بيهاجم بخمسة والسادس كمان، سواء من الظهير محمد هاني أو علي معلول، لأن الفريق اللي قدامك بيدافع. ليه أرجع ورا؟ ليه أدافع قدام فريق أوكلاند سيتي وهو خايف مني؟ فبالتالي قدر الشوط الاولاني رغم ان كان في صعوبه كبيره لتسجيل الهدف في الشوط الاولاني لحد ما حسين الشحات فك طلاسم يعني نادي اوكلاند، في الشوط الثاني الموضوع تحول تماما. عايزين نتكلم عن جون حسين الشحات. طيب بالنسبه لجول حسين الشحات، هو كان قرار فردي جيد منه. الحته دي ممكن نتكلم فيها تكتيكيا لو بشكل بسيط. النادي الاهلي كان بيقابل دفاع منطقه بشكل غير عادي من نادي اوكلاند، فكان الحل ان انا لازم اعمل زياده عدديه. الزياده العدديه اتعملت ازاي؟ عن طريق عبد القادر على اقصى الجهه اليسرى، عن طريق الشحات على اقصى الجهه اليمنى، وشريف بجنبه اثنين اللي هو حمدي فتحي في الجهه اليسرى او في انصاف الممرات يعني النصف الممر الايسر، والناحيه الثانيه السلي. ورغم كده كان في ازمه برضو، لان كان في مشكله عند الاثنين الاظهره في النادي الاهلي ان هم متواجدين مع الاجنحه، فبالتالي نص الملعب كان متفرغ تماما او يعني فارغ ما فيهوش غير ديانج فقط. فكان النقطة دي هي الشوط الأولاني، هو ليه الأهلي ما بيكسبش؟ هو ليه ما فيش فرصة خطيرة زي اللي حصل مثلا الشوط الثاني؟ لأن الأظهرة كانت مفروض يا تضم لجوه شوية عشان تمرر كرات لخمسة اللي بيلعبوا في الأمام، يا إما هم اللي يطلعوا بره على الأطراف أو واحد واحد ويضم الأجنحة. كل ده ما حصلش بالشكل المناسب في الشوط الأولاني. الحل إيه؟ الحل إن حسين الشحات جه من أقصى اليمين للممر الأيسر أو للجهة اليسرى، فعمل زيادة عددية في الجهة اليسرى، فكان واقف لوحده لعيب عنده قدرات للتسديد، اخذ القرار عارف ان هو لازم يتالق، عارف المباراه دي مهمه ازاي، وعارف ان انا مش قادر اوصل فلازم اجرب التسديد من خارج ال 18، ويا يعني حتى لو ما كانتش دخلت هدف فكانت هترد، فهيقابلها مين؟ في ثلاثه جوه اللي هو شريف اللي هو حمدي سواء او السلي، فبالتالي انا كان لازم اجرب التسديد، سدد جول خلاص بقت جول وفتحت المباراه. انت بتشوف ازاي ثقه لاعب زي حسين الشحات انه زي ما انت بتقول لا انا لازم اجرب ان انا من بره ال 18 اشوط الكوره والكوره تيجي جون بالثقه دي؟ انا متاكده ان حسين الشحات كان عارف انها هتيجي جون. ده لعيب بيتحط او دخل التاريخ كاس العالم للانديه خلاص بينتهي، وشكله الحالي مش هيبقى موجود بالشكل ده تاني، لان خلاص في 2025 هيبقوا 32 فريق، فالمشهد التاريخي لكاس العالم للانديه دخل فيه حسين الشحات بالتساوي مع كريستيانو رونالدو، كريستيان بيل، جاريس بيل ولا ايه، وليونيل ميسي. انت بتسجل في ثلاث بطولات مختلفه، فانت كده كده لعيب دخلت التاريخ، التاريخ خلاص افتكرك وهيفضل طول عمره بيفتكرك، وهو لعيب واثق من نفسه وعايز يتالق بشكل او باخر. الثقه ديت ممكن يعني اضيف لحضرتك نقطه، الثقه دي ما تهزتش لما المباراه الثانيه حسين الشحات ما بداش اساسي، لان مارسيل كولر عارف هو بيعمل ايه. انا هلعب بثلاثه في الهجوم، الماتش التاني انا هلعب بتلاته تانيين خالص وهكسب برضه. ليه؟ لان انا بلعب على حسب الخصم اللي امامي، مش انا قوتي وبس. انا بقى عايز اسالك على حاجه،
دايما كنا بنشوف اغلب الوقت انه لما المدير الفني او المدرب يبقى ليه وجهة نظر انه فلان يقعد دكه، كنا نلاقي فلان اللي قاعد دكه ده لما يجي ينزل ما يبقاش في الفورمه. كولر عامل حاله ان اللي بيقعد دكه بينزل احسن، وان خلى دكه الاهلي فيها روح انه انا مش قاعد دكه عشان انا وحش، انا صح. قاعد دكه عشان زي ما انت بتقول وجهه النظر المدرب. شايف ازاي مارسيل كولر قدر يعمل ده؟ مارسيل كولر حتى الان مسيرته ناجحه جدا مع النادي الاهلي، لكن افضل ما فيها هي النقطه اللي حضرتك ذكرتيها دلوقتي، لان اي لعيب هيلعب بشكل سيء فهو عارف ان هو دكه وممكن استبعده تماما، وده حصل. اي لعيب هيتالق بشكل كبير فعادي برضه المباراه القادمه تلعب دكه. بالظبط. يورجن كلوب بيعمل كده، انشيلوتي مع ريال مدريد بيعمل كده، بيب جوارديولا بيعمل كده. المدرب الكبير ما بيختلفش مع، يعني ما بيخافش من اي لاعب، هو عنده وجهه نظر لازم يطبقها خلال المباراه. فبالتالي ان هو تقارب المستوى ما بين الفريق الاساسي او اللعيبه اللي بتلعب اساسي واللعيبه اللي بتلعب على الدكه، وخصوصا دلوقتي الناس كلها بتقول هو مين الثلاثه اللي هيلعبوا مباراه ريال مدريد اللي قدام ده نجاح. ده مش معنى كده ان اللعيبه مستواها قليل، لما يبقى عندك فرقتين قريبين من بعض في المستوى اللي هو التشكيله الاساسيه والاحتياطيه ده نجاح للمدرب. وبالتالي مع طبعا الصفقات القادمه لا الموضوع بيختلف. مارسيل كولر مقدم بطوله ناجحه، مقدم مسيره ناجحه مع النادي الاهلي، وده شيء هايل ان هو انت بتواجه جماهير النادي الاهلي ملايين في مصر، في الوطن العربي، في العالم كله. فبالتالي ان انت بعد اوكلاند سيتي تسحب ثلاث مهاجمين تالقوا شاركوا في الاهداف وتنزل ثلاثة تانيين خالص امام سياتل فريق صعب، انت مدرب صح. انت عارف انت بتعمل ايه، انت اللي في الاخر هتتحمل القرار، وبالتالي لازم يتم دعمه على مدار الفتره القادمه، مش موسم بقى واثنين وثلاثه يقعد، لان هو عايز يعمل حاجه. ده مش كويك وين، هو مش جاي يعني ماتشين ثلاثه ياخد البطوله وخلاص، لا هو بيبني فريق، غير اسلوب تكتيك في النادي بدل 4 2 3 1 وفي مركز الرقم 10، لا انا هلعب باثنين خلينا نقول ثمانيات مثلا، هو رقم 8 وبحمدي فتحي بقى عنده ادوار هجوميه مختلفه تماما عن اللي كان متعود عليه. احنا بنشوف حمدي فتحي هو اقرب لاعب لكهربا سواء المهاجم او كان المهاجم او محمد شريف. فبالتالي لا، يبقى انت مدرب بتنفذ اللي انت عايزه. لا طبعا نقطه تحسب جدا لمارسيل كولر، فكره ان هو عنده التشكيلتين، ان اي حد ممكن يقعد دكه واي حد يلعب اساسي، واللي هينزل لازم يأدي، لان ايه لو لعبت وحش انت مش موجود. وانت قدام كاس العالم للانديه يعني دي فرصه العالم كله يشوفك، انت هتقابل نادي ريال مدريد. عايزين بقى نتكلم عن ده، عن ماتش ريال مدريد. شايف ازاي مواجهه الاهلي مع ريال مدريد فنيا كوره، وضع ريال مدريد الحالي ووضع الاهلي الحالي؟ تمام. نادي ريال مدريد هو بطل اوروبا، نادي القرن في اوروبا، يعني نادي قوي مهما كان، مهما عنده غيابات، مهما عنده اي مشاكل، فهو طبعا هو نادي ريال مدريد. اي فريقين بيقابلوا بعض في العالم لازم المدرب يبقى عنده نقطتين، يا اما بتستغل نقاط قوتك يا اما بتستغل نقاط ضعف الخصم، ودي بتبقى حسب الخصم اللي قدامك قد ايه. بمعنى الاهلي مثلا في الدوري المصري، في الكاس، في الشامبيونز ليج، في كاس العالم للانديه مثلا، انت عندك لعيبه كتيره تقدر تسجل اهداف او قوي بشكل معين، فبالتالي انت هتهاجم، فبالتالي انت بتعتمد على قوتك بنسبه 70 80% في المباراه. أوكي. مقابل نقاط ضعف الخصم 20%. أوكي. تمام. امام ريال مدريد الموضوع هيختلف شويه، لان بالنسبه للخطوط نادي ريال مدريد طبعا هي اقوى. فبالتالي انت هتعتمد على نقاط خصم نادي ريال مدريد، هل تقدر تفوز؟ طبعا اي نادي في الدنيا يقدر يفوز، هي الكوره كده. ما بحبش وما بملش لفكره ان انت لا ده ريال مدريد اكيد هيكسبنا، لا احنا امام البايرن فاكيد البايرن كسب برشلونه 8 فهيعمل ايه مع النادي الاهلي؟ ليه يعني؟ ليه الطريقه دي؟ حتى لو الناس كانت بتقولها هزار، من بعض الناس بتقولها بشكل يعني كوميدي، يعني لا ما ينفعش توصل الكوميديا دي، لان الكلام ده هيوصل للعيبه. انت بتقول له ايه؟ ان انت عادي تخسر؟ ما ينفعش، لازم رسالتك للعيبه ان انت تقدر. تكتيكيا لا، الاهلي يقدر باشكال كتيره يقدر يفوز على نادي ريال مدريد ويمشي مجريات المباراه، لان ريال مدريد عنده عيبين خطيرين، واحنا قلنا ان انت هتستغل نقاط ضعف ريال مدريد بعد الدراسه يعني، فالنقطتين دول هم اوضح. اول حاجه هو البطء في الارتداد، وخصوصا لو مودريتش وتوني كروس اللي هم بنسبه كبيره هيلعبوا المباراه، لان هم بيريحوا دلوقتي، لان في مباراه مايوركا مش بيلعبوا.
فعندهم مباراه النادي الاهلي هو ريحهم وبيلعب امام النادي الاهلي في اليوم الاربعاء القادم، الاربعاء القادم، فبالتالي الاثنين دول هيلعبوا دول في الارتداد مش في اسرع ما يمكن. تاني حاجه الاظهره، سواء كارفخال اللاعب ظهير ايمن، لاعب ناتشو، لاعب كامافينجا على الظهير الايسر اللي هو اصلا مش ظهير ايسر، هو نص ملعب بس هو بيجيد شويه ان هو يلعب على الظهير الايسر كنوع من انواع الاظهره الوهميه للدعم فينيسيوس، فانت تقدر ترمي الكوره خلف الاثنين اظهره. ده الطريقه الوحيده لتسجيل اهداف. انت هتسير المباراه وهتمشيها ان انت ما يدخلش فيك اهداف، ده رقم واحد. انت عملت كده امام سياتل. فهتعمل ايه امام نادي ريال مدريد؟ لا اكيد اكيد هتبقى بتستقبل لعب اكتر، اكيد الاستحواذ هيروح ل 60% ريال مدريد اكتر شويه، اكيد هتمسك الكوره في عدد دايما المباراه، بس مش قد ريال مدريد، ده واقع. يعني انت بتقول انه الاهلي هيدافع طبعا بشكل اكتر طبعًا قدام ريال مدريد، ده لسببين، ده صح. وده اللي ريال مدريد هيجبر، يعني ريال مدريد ما بيخسرش الكوره خلال الموسم الماضي غير امام تشيلسي، مان سيتي، ليفربول كده، يعني لازم يكون اما هو الطبيعي ان النادي الاهلي هيمسك، النادي ريال مدريد هيمسك الكوره. والنادي الاهلي طبعا يعني ما متشكل سالت السؤال ده، هو النادي الاهلي طالما هيدافع، في بعض الناس بدات تتكلم طب ما يدافع بخمسه. صح، زياده عدديه على فينيسيوس على الجهه اللي هي اليمنى من النادي الاهلي، يبقى الجهه اليسرى النادي ريال مدريد. لا الكلام ده مش مظبوط لسبب، مارسيل كولر مش متعود ان هو يلعب بخمسه دفاع. اوكي، ليه اغير الخطه امام اصعب مباراه واقوى مباراه واهم مباراه الجماهير كلها مستنياه؟ قصدك ليه اجرب خطه مختلفه عن اللي انا بلعب بيها؟ والريال متعود ان هو بيلعب امام خمسه عادي، يعني مش الخمسه اللي بيمنع الريال. هو الرسم التكتيكي مش هو اللي هيمنع الريال، لانه عادي بتلعب قدامه خمسه هيكسب، عادي تلعب قدامه باربعه هيكسب، اوكي سته كمان هيكسب، ده الريال اللي متعود عليه. فبالتالي انت الافضل انت تلعب بنفس الرسم التكتيكي بتاعك 4 1 مثلا، 4 1 اللي تمت خلال مباراتين، لكن بادوار مختلفه. يعني بدل ما اللعيبه يبقى ليها ادوار هجوميه بدرجه معينه، هيبقى ليهم ادوار دفاعيه بشكل مختلف. والحل في الموضوع ده ادوار كل لاعب والزياده العدديه. النقطتين دول بقى ازاي؟ الزياده العدديه ان في كل جهه من النادي الاهلي لازم يعمل زياده بثلاث لعيب، يعني مثلا هاني والشحات والسولي عشان جبهه فينيسيوس، كامافينجا، توني كروس، انت لازم تعمل زياده عدديه. وبالمقابل الثلاثه التانيين برضو في الناحيه الثانيه اللي هو مثلا حمدي فتحي وعلي معلول وطاهر مثلا. اوكي، طيب انا دلوقتي فرغت تقريبا نص الملعب، الحل ايه؟ الحل ان انا لما انا يبقى الكره في الجهه اليسرى نادي ريال مدريد، ان الثلاثه الناحيه الثانيه برضو اليمين عندك يقربوا. اليمين كده كده موجودين مع فينيسيوس. اوكي، انا بتكلم لا الجهه بقى المقابله للنادي الاهلي تقرب. لازم دايما طول المباراه انت عامل زياده عدديه ومقرب الخطوط بالكامل، 4 1 4 1 الاربع خطوط لازم بالكامل يكونوا قريبين من بعض، كومبات قوي امام نادي ريال مدريد، والخطوره الكبيره جدا اللي هتكون من فينيسيوس اللي هو اهم اللعيبه، وطبعا رودريجو. ونقطه كمان مهمه في ريال مدريد، هو قوي جدا بشكل غير عادي في التسديدات من خارج ال 18 اللي هو المكان اللي هيبقى واقف فيه مين؟ ديانج. اعتقد ان افضل شيء في المباراه دي تحصل ان ديانج ما يكونش ليه اي ادوار ولا هجوميه ولا دفاعيه، هيكون في كل مكان هو متواجد فيه في الملعب بقراره. يعني اللي بيغطي المكان ده هو السوليه وحمدي فتحي. هنا بقى في ثلاث لعيبه من نادي ريال مدريد وراح لهم ثلاث لعيبه من النادي الاهلي، بيروح معاهم ديانج. منتخب المغرب عمل كده، بيلعب بنفس الرسم ده. احمد احنا هنكمل الكلام، افتكر احنا وقفنا في انهي نقطه، بس هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضرتكم. رجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم استوديو التحليلي، منورنا المحلل والناقد الفني احمد معطي. احمد قبل الفاصل كنا وصلنا لديانج. طبعا كمل لي بقى تاكتكس الفرقتين من هنا ومن هنا. المكان اللي زي ما اتكلمنا فيه عن ديانج، المكان ده ما ينفعش يسيبه غير بقراره هو سواء اللي يروح الجهه اليمنى او اليسرى، لان هو لو التزم مثلا مع رودريجو، التزم ان هو يكون مراقب للوكا مودريتش، مراقب لتوني كروس، المكان اللي هو قدام خط دفاع النادي الاهلي هيبقى فاضي. اسينسيو، فالفيردي، شوطه واحده مش ممكن، مش لعيبه عاديه في التصويب، فما ينفعش. صح، فاللعيب ده ما ينفعش يغادر مكانه غير بذكاء، فما يتحطش عليه كمان ادوار سواء هجوميه او دفاعيه. طيب النقطه الثانيه، المهاجم
في النادي الاهلي هيبقى عليه اللي هيلعب سواء مثلا شريف او كهربا هيبقى عليه مهام دفاعيه اكتر، ودفاع النادي الاهلي هيبقى عليه بعض المهام الهجوميه، يعني مش الدفاع يدافع والهجوم يهاجم وخلاص كده. عايزك تشرح دي، يعني ايه المهاجم عليه مهام دفاعيه والمدافع عليه مهام هجوميه؟ تمام. دلوقتي اللي هيلعب على الدايره في نادي ريال مدريد هو تشواميني، نجم نادي ريال مدريد والصفقه اللي هي جايه تقريبا قرب ال 100 مليون. اللعيب ده هيستلم الكره بمنتهى الراحه ويقدر يحرك الملعب عادي ويقدر يوصل الكره لخط الهجوم لنادي ريال مدريد او لتوني كروس او مودريتش او يعمل اللي هو عايزه. اللعيب ده لازم يتمسك الكره الحديثه بالكامل. المهاجم ما بيمسكش الاثنين قلوب الدفاع، ما بيكونش متواجد ما بينهم، لان قلوب الدفاع حاليا بقوا بيجيدوا التمرير على مستوى العالم كله اجاده تم. فلو روديجر لعب، ناتشو لعب، الابا لعب، ميليتاو مصاب، يعني نستبعد ميليتاو دلوقتي في الكلام، كل دول هيجيدوا التمرين، فانت هتضغط عليهم هيتعمل ايه يعني؟ لما يجي كهربا يضغط عليهم بقوه ويدفع يعمل سبرنت رهيب على روديجر هيديها لناتشو، هتضغط على ناتشو كتير هيديها لروديجر، خلصت. فانت الحل ان انت تبقى متواجد في البلايند سايد للعيب اللي موجود على الدايره. فمثلا لو ادي تشواميني يعني بيواجه ادي ملعب نادي الاهلي او نص ملعب نادي الاهلي، بيتواجد كهربا او شريف خلفه عشان ما ياخدش راحته في التمرير، لان اي غلطه انا هخطف منك الكوره واحركها، ده العالم كله بيلعب كده، وده اللي لازم يعمله المهاجم، مش اللي هو بقى هتتلعب له الكوره الطويله فهيستلمها مثلا براسه عشان هو قوي مثلا في الالتحامات الهوائيه وبعد كده يلعب على الكره الثانيه. الكلام ده مش هينفع امام نادي ريال مدريد. الحل امام نادي ريال مدريد عشان تسجل هدف هي ان انت تعمل الكره على الاطراف بعيد خالص خلف المدافعين، وهنا دي برضو عشان تلعبها خلف الاظهره خلف دفاع نادي ريال مدريد، مين اللي هيلعب الكره الطويله؟ الدفاع اللي هيبقى عليه ادوار هجوميه ان هو يلعب الطوليه. ليه بقى؟ لان الكره لو انا وصلتها لنص الملعب عشان هو اللي يكون العامل الابداعي زي مثلا السوليه او حمدي فتحي فيلعب الكره للجناح، ممكن في اثناء المباراه وغالبيه اوقات المباراه ان اصلا السوليه هيبقى سابق الشحات، رغم ان المفروض الشحات هجومي اكتر، اما الشحات هيكون بيرجع ورا لانه عنده مهام دفاعيه عشان يقفل جبهه فينيسيوس، والعكس طبعا الناحيه الثانيه لطاهر او ايا كان اللي هيلعب على الجهه اليسرى او عبد القادر اي حد. فبالتالي اللي عشان اوصل الكوره خلف اثنين اظهره نادي ريال مدريد لازم العبها بسرعه، ولازم يبقى ساعتها الشحات بيواجه بوشه. يبقى لازم الكوره جايه من بعيد خالص. فيبقى الاثنين قلوب الدفاع من نادي الاهلي هم اللي هيلعبوا الطوليه، ودي برضو رساله لازم تحصل خلال اول ربع ساعه ونص ساعه في المباراه. اهم حاجه ما تدخلش فيك هدف. ده الف. انا عايزه اكلمك عن الاهداف وسيناريو المباراه، لكن خلينا نبتدي من وجهه نظرك التشكيل الامثل للنادي الاهلي وكمان ريال مدريد، ولو كورتوا ما قدرش ان هو يكون موجود هل شايف انه ده هيفيد النادي الاهلي؟ طيب نبتدي بالتشكيل. الاهلي هيفضل بنفس الرسم التكتيكي، بلاش يغيره، يغير الوظائف زي ما احنا اتكلمنا 4-1-4-1. طبعا حراسه المرمى الشناوي، معلول، طبعا عبد المنعم ومتولي، وكمان محمد هاني، ديانج زي ما اتكلمنا، حمدي فتحي على الجهه اليسرى، نص ملعب يسار، وطبعا السوليه يمين، والشحات، واميل شويه لطاهر اول 60-70 دقيقه، يعني بلاش عبد القادر هو اللي يبتدي اللي يبدا. يعني خلينا نقول طاهر لقدرات دفاعيه اكتر، يقفل الجبهه الثانيه، لعب عليها بقى اسينسيو، لعب رودريجو، ايا كان اللي هيلعب ريال مدريد بالشكل عامل ازاي، فيفضل ان طاهر يكون هو على الجهه اليسرى. والمهاجم كهربا من شريف مش فارقه كتير، لان ده انت مش محتاج المهاجم السترايكر الهجام المتعود على الاهداف، او محتاج المهاجم اللي بيلعب 9.5 وبيحرك، الاثنين مش ده اللي هيتعامل منهم. فالاجهز فنيا وبدنيا كمان طبعا بالنسبه لقراءه كولر قبل المباراه، يعني هيشوف مين اللعيب الاجهز، هو اللي هيبتدي، لان هو ادواره هتختلف تماما عن الادوار المطلوبه من ده او من ده، اللي هو ليه المره دي لعب بكهرباء وليه المره دي لعب بشريف، الاثنين مش موجودين في مباراه ريال مدريد. اوكي. مش ده السبب وده السبب، مش الادوار الهجوميه، الادوار الدفاعيه. ده كده بالنسبه للنادي الاهلي. نادي ريال مدريد عنده اصابات كتيره جدا. الاصابتين اللي لسه مش متاكدين 100% هو بنزيما وميليتاو، في تخبط كبير جدا في الاخبار، النهارده كل حاجه هتبان، يعني النهارده بالليل كل حاجه هتبان. بنزيما وميليتاو نسبه ونسبه، ممكن يسافروا ما يلعبوش امام النادي الاهلي، يلعبوا مثلا ان شاء الله مباراه الثالث والرابع بعد ما الاهلي يفوز، ماشي. بس ما حدش مأكد المعلومه دي. كورتوا اتصاب حاليا، مايوركا بيلعب امام نادي ريال مدريد وفايز على نادي ريال مدريد كمان بالمناسبه. قبل المباراه مباشره اتصاب كورتوا.
هل كورتوا مؤثر؟ كورتوا احسن حارس مرمى في العالم. كورتوا هو الرجل المباراه النهائيه لنادي ريال مدريد امام نادي ليفربول نهائي تشامبيونز ليج. كورتوا بياخد الجوائز، كورتوا هو كل حاجه في ريال مدريد، او من بمعنى اصح هو من اهم الاعمده في نادي ريال مدريد، هو ولوكا مودريتش وفينيسيوس وبنزيما الموسم الماضي. فغيابه طبعا مؤثر، حارس الاحتياطي طبعا بعيد جدا في مستواه عن كورتوا. هل هو مؤثر للدرجه؟ مش للدرجه امام قوي النادي الاهلي. هيكون مؤثر اعتقد لو الماتش راح لضربات جزاء. طبعا كورتوا متالق في ضربات الجزاء. اما انت هتهاجم على النادي، هتهاجم على ريال مدريد قد ايه عشان يبقى انت محتاج لعيب زي كورتوا يصد؟ انا بتكلم مثلا من وجهه نظر ريال مدريد، فهو هياثر. اللي هياثر بشكل كبير جدا هو بنزيما. لو بنزيما فعلا ما لعبش، لان هم مش راضيين يقولوا ان بنزيما 100% مش هيلعب، لا، المواقع العالميه امبارح قالت لا، ان بنزيما وميليتاو جاهزين لمباراه مايوركا بس هيريحوا، لا هم مستبعدين. طيب هيبان بقى بالليل. اما كورتوا لسه هيعمل اشعه بكره، يعني لسه هيعمل ام ار اي بكره ويتاكد بقى كل الاخبار، ويتاكد. ممكن تكون اصلا البعثه خلاص بتسافر. انا وقت الفقره خلص، بس مش هقدر اختم الفقره قبل ما تقول لي توقعاتك لماتش بكره. توقعات والتمنيات الاربعة، انا اسف، توقعات والتمنيات. الاهلي يدافع بشكل كويس ويسير المباراه ان هو ما يدخلش فيه اهداف ويوصلها لحد 0-0 وضربات الجزاء. وده سيناريو ابليكابل جدا. الريال عادي ما بيدخلش اهو، خسران من مايوركا عادي، تقدر يعني يس وي كان تقدر ان انت توصل المباراه لحد ضربات الجزاء. واثناء المباراه طول ما انت بتكسب وقت ما بيدخلش فيك اهداف، انت معنوياتك هتكون عاليه جدا. صح، هتخش ضربات الجزاء. لو ريال مدريد خطف هدف في اول الموضوع هيبقى اصعب، هتتقتل، لازم تهاجم، ما تفضلش بتدافع. صح. انا بشكرك شكرا جزيلا على كل لي. المعلومات الهائله اللي انت اديتها لنا، ان شاء الله تبقى موجود معانا مره ثانيه في الحريفه. بإذن الله. خلصت فقرتنا، هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. يزيد ملايين من العشاق. رجعنا لكم مره تانية ولسه بنكمل معاكم فقره استوديو الحريفه، ولكن بينضم لنا دلوقتي الكابتن ابو المجد مصطفى نجم الاهلي السابق، واللي هنتكلم معاه عن الاهلي اللي دايما بيكون مع الكبار واللي بيضرب موعد مع ريال مدريد في اول لقاء رسمي بين الفريقين في تاريخهم، وبقى تاني الفرق تحقيق للفوز برصيد 8 مباريات بعد ريال مدريد المتصدر للقائمه. برحب بحضرتك يا كابتن، منورنا في قناه الاهلي وفي الحريفه. اهلا بحضرتك. كابتن، عايزه اتكلم مع حضرتك، خلينا نبتدي بقى بالجماهير. مسانده الجمهور المغربي للنادي الاهلي، حضرتك طبعا لاعب كره سابق فاكيد عارف قد ايه الجماهير دي بتفرق. الاستاد فل، كل الجماهير المغربيه سندت النادي الاهلي بشكل كبير جدا، شفت ده ازاي؟ يعني طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا مبروك للنادي الاهلي طبعا تاهله الدور قبل النهائي ان شاء الله، يعني يتوفى باذن الله ويقدر يحقق انجاز باذن الله ونغير الميداليه شويه. طبعا يعني انا بحيي طبعا وبشكر جماهير المغرب، ودي حاجه مش غريبه على الجماهير العربيه، لما بتلاقي فرقه عربيه بتشارك في بطوله عالميه المسانده والتحفيز والتشجيع، يعني دي حاجه مش غريبه على جماهير العربيه، وده اللي احنا محتاجينه الفتره اللي جايه، وان احنا لازم نقرب من بعض، ولازم يبقى في نجاح لاي فرقه عربيه بتشارك. زي ما شفنا المغرب كانت، العالم العربي كله كان بيشجع منتخب المغرب في كاس العالم اللي فات. فانا شايف ان هم طبعا فارقين بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي، ويمكن موصلين الانطباع او موصلين الاحساس ان النادي الاهلي ما بيلعبش بره مصر، بالعكس يعني انا حسيت ان احنا بنلعب جوه مصر، وان الجماهير ديت موجوده بالشكل دوت وبالكم دوت، ما حسيناش ان احنا خارج مصر، ودي حاجه يعني حاجه بنشكر عليها الجماهير المغربيه والمسانده الكبيره للنادي الاهلي. يعني الفتره دي في ناس كتير شايفه انه وجود البطوله على في دوله عربيه جماهير المغربيه وجودها، شايفين انه ده هيدي حظوظ للاهلي اكتر في ريال مدريد او داعم نفسي اكتر قدام ماتش الاهلي مع ريال مدريد، حضرتك شايف ده ازاي؟ طبعا يعني انا شايف ان ده طبعا حقيقي، ان المسانده الجماهيريه خاصه
لفرقه كبيره زي النادي الاهلي اكيد بتفرق بشكل كبير جدا للعيبه داخل الملعب، ويمكن اللعيبه بتحاول تركز اكتر وبتحاول ان هي تحقق حاجه تنجح الجماهير وتفرح الجماهير. انا شايف ان ديت حاجه طبعا في صالح النادي الاهلي، وان لعيبه النادي الاهلي مش غريبه عليها ان هي تلعب في كم الجمهور دوت. انا شايف ان هي طبعا هيبقى ان شاء الله باذن الله عامل ايجابي للعيبه داخل الملعب، وان شاء الله يساندوهم بشكل كبير وباذن الله يحققوا الهدف باذن الله ويفرحوهم ان شاء الله باذن الله. يمكن من كلام حضرتك شفنا امبارح تصريح لمهندس خالد مرتجي، هو بيقول ان احنا نفسنا الاهلي يفضل يلعب في كل، انه الملعب يبقى فول كاباسيتي، انه لما نيجي مصر نلعب ويبقى الجمهور كلهم موجود، وقد ايه الجمهور بيفرق مع النادي. ده حقيقي طبعا، حقيقي طبعا. يعني اللي هي الكوره عموما هي المتعه في الجمهور والتواجد الجماهيري داخل الملاعب، وان الملاعب لما تبقى مليانه بتدي روح وحماس، ويمكن اللعيبه بتلعب تحت ضغط وبتلعب عامله حساب الجمهور دوت، وبتدي اهميه كبيره جدا. فطبعا العامل الجمهور جوه الملعب يا ريت نشوفه هنا في مصر، احنا مفتقدينه بقالنا فتره كبيره جدا، ويمكن بدا يعني الفتره الاخيره يخش بنسب، لكن محتاجين النسب دي تزيد. اللعيبه لازم تلعب تحت الضغط دوت، واللعيبه لازم تتحضر لحاجه زي كده، وده كمان بينجح البطوله بتاعتنا. لو شفت الجماهير او فتحت الموضوع للجماهير هنا في مصر، هتلاقي البطوله نفسها وبطوله الدوري هتلاقيها اكثر حماسا، وهتلاقيها اكثر نجاحا، وهتلاقي الشكل برضو العام للدوري والقيمه التسويقيه بتاعته هتزيد. فالجمهور طبعا هو اساس اللعبه، فمحتاجين طبعا نشوف الكم دوت في ملاعبنا ان شاء الله الفتره اللي جايه. عايزه بقى اروح لنادي الهلال لبدايه خرج من البطوله، هل حضرتك متوقع انه الهلال والاهلي هيكونوا موجودين في النهائي، ولا لا قدر الله هيلعبوا ثالث ورابع زي ما لعبنا قبل كده؟ اكيد طبعا بتمنى طبعا باذن الله يكون النهائي طبعا بين فرقتين عربيه. لكن انت بتتعاملي برضو في ان النادي الاهلي هيلعب ريال مدريد والهلال هيلعب الماتش اللي جاي، برضو ماتش صعب عنده، فيمكن برضو هتلاقي الامور صعبه جدا، الموضوع مش سهل. تحضير بقى الخطه وتحضير التجهيزيه للفرقتين، اكيد كل فرقه دلوقتي بتبدا تشتغل على بالظبط، بتقدر تشتغل على ايه نقط الضعف وايه نقط القوه، وانا هقفل ازاي وهشتغل ازاي. اكيد الموضوع هيبقى صعب، لكن انا شايف ان هو مش مستحيل. شايف ان الرهبه بس في بدايه المباراه هي اللي هتفرق. يعني فكره ان النادي الاهلي لو 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 لعب بنفس التركيز الماتشين اللي فاتوا، بنفس الالتزام الدفاعي والالتزام الهجومي وعدم الاستعجال، شايف ان هو ممكن يحقق المفاجاه. نروح لمارسيل كولر، راجل بدون خساره مع الفريق ولا خساره، متصدر الدوري بفارق نقاط كبير جدا، سوبر اخذ سوبر ومتاهل لكاس مصر، ودلوقتي كاس العالم للانديه برضو بيقدم فيه اداء كبير قوي. هل شايف ان الاهلي زي بيقولوا كده لقى ضلته في كولر؟ يعني بصي، هو كان في البدايه ما كانش الاداء، اول ما كولر جين مسك الفرقه ما كانش بالشكل اللي الناس متخيله. ان احنا طبعا يعني الناس كانت بتطمح الفتره اللي فاتت، ان احنا برضو خسرنا بطوله الدوري السنه اللي فاتت، فاحنا محتاجين حد يجي نحسن المسار. شايف ان هو الراجل كان محتاج بعض الوقت ان هو يبدا يعني الفكره بتاعته توصل للعيبه، الانسجام ما بين اللعيبه وبين بعضها يبقى احسن. شايف الحمد لله الفتره اللي فاتت الموضوع مشي تدرج بشكل كويس مع الفرقه، اللعيبه كلها كانت تحس ان في بعد شويه ما بين اللعيبه وبين بعضها، والبعد دوت ده نتيجه ان اللعيبه كانت محتاجه تلعب مع بعض كتير، محتاجه تعرف فلسفه الراجل، ومحتاجه تعرف طريقه لعب الراجل. وانا شايف ان الفتره الاخيره في استقرار فني بشكل كبير جدا ما بين الراجل وما بين اللعيبه، بدا يفهم
اسلوب اللعب وطريقه اللعب او الوضع بتاع الدوري المصري، ويمكن دوت ادى للنادي الاهلي الفتره الاخيره الاحقيه في الاستقرار والنتائج، وده ساعدت الفرقه ان هي تبدا من ماتش لماتش الموضوع يبقى احسن يعني. فانا شايف ان طبعا هو 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 من الحاجات اللي انا حسيتها الفتره الاخيره قربه من اللعيبه وعارف قدرات كل لعيب عنده، ودي مهمه جدا، وبيقدر يستخدم اللعيبه في الوقت المناسب حسب احتياجاته وحسب طريقه اللعب اللي هتناسب المباراه اللي هيلعبها. فانا شايف ان هو الفتره اللي فاتت لا يعني انا شايف ان هو يعني انا شخصيا اقنعني الفتره الاخيره، ويمكن المباراتين بتوع كاس العالم لا انا شايف ان هو يعني الراجل ذاكر الفرق اللي قدامه، محافظ اللعيبه، ترتيبه حتى في تغييراته في طريقه اللعب في تقسيمه المباريات، لا انا شايف ان هو يعني ادارها بشكل جيد جدا في المباراتين، وخاصه الماتش الاخير لا يعني انا شايف ان هو يعني كان موفق جدا كمان في السيناريو اللي هو عامله للمباراه، ومشي زي ما هو عايز بالظبط. فانا شايف باذن الله ربنا يكرم باذن زي ما قلت ان احنا نمشي بنفس الشكل، وبنحاول ان احنا نشتغل بنفس التركيز وبنفس الاداء، صدقيني الموضوع مش صعب. كولر خلينا نقول نوصفه انه راجل دؤوب وعنده ثقه بنفسه كبيره، وده باين في قراراته في الملعب. ونروح بقى من قراراته في الملعب في تغييراته وتبديلاته في اخر كام ماتش، انه يبدل بن شريف وكهربا، عبد القادر وطاهر. حضرتك شايف تغييراته داخل الملعب ازاي؟ ما ده اللي انا قلته لحضرتك، هو فكره ان هو بيقرا الفرق اللي قدامه، بيقدر يشتغل على نقط القوه عندها ونقط الضعف، فبتبقى كل مباراه بيبقى ليها التكتيك بتاعها وبيبقى ليها اسلوب اللعب بتاعها، فهو بيبدا يختار في الحاله ديت مين اللي هيقدر يناسب طريقه لعبه. ممكن يبقى في لعيب زي مثلا حسين شحات عمل الماتش الاولاني ماتش جيد جدا، لكن ممكن طريقه اللعب في المباراه الثانيه مش محتاجاه، فده ما يقللش من حسين. فهو بيشتغل على التكتيك اللي انا هلعب بيه في المباراه، او ايه اللي هيخدمني في المباراه، انا هقابل مين بالظبط. فيمكن هو اشتغل على كده الفتره اللي فاتت، وانا زي ما بقول لك انا كنت مبسوط جدا باللي هو عمله في المباراتين اللي فاتوا، وتقسيمه الوقت او احتياجاته عملها بشكل جيد جدا، ويمكن خدمت النادي الاهلي، ويمكن الجول جه في الدقيقه 86، فيمكن حتى في وقت الناس كانت بتتحضر ان هي تلعب الوقت الاضافي، لكن تغييراته جت في الوقت المناسب، التغييرات عملت اضافه قويه للفرقه، الحلول الفرديه في ظل العامل البدني لفرقه ستيل يمكن قل شويه، فهو استغله بشكل كبير جدا بنزول عبد القادر ونزول كهربا ونزول شريف وقفشه، يمكن دوت عمل نقطه تحول للنادي الاهلي في الحته اللي قدام. فانا شايف ان هو لا قسم المباراه الفتره اللي فاتت بالشكل اللي هو يناسبه. ماتش بقى ريال مدريد المنتظر من الجميع، وخليني اقول لحضرتك على حاجه، يمكن الناس كلها بتقول كفايه ان انت هتلاعب ريال مدريد مش مهم النتيجه، لكن الاهلاويه قاعدين من امبارح بيفكروا هنعمل ايه علشان نكسب ريال مدريد، والروح اللي موجوده في النادي الاهلي دي اعتقد وعند جماهير النادي الاهلي كمان بالاخص هي اللي بتخليه النادي الاهلي. ماتش ريال مدريد حضرتك شايفه ازاي ومتوقع له ايه؟ طيب بص يعني في البدايه انا حابب ان احنا لازم نتخلص من فكره الاداء المشرف بالظبط، وان احنا لازم يبقى عندنا طموحات ان احنا نوصل لاعلى حاجه، حتى لو يعني اعلى حاجه ديت ممكن يبقى في الوقت الحالي صعب، او بعض الناس بتشوفها ان هو مستحيل. انا شايف ان في الكوره عموما مفيش مستحيل، انا شايف ان الموضوع هو بيحتاج ان انت تشتغل كويس قوي، وان انت تتعب
وان انت تبدا تبقى مركز بشكل كبير جدا وتعرف الفرق اللي انت هتلاعبها ايه المقاومات اللي عندها وايه نقط القوه وايه نقط الضعف. اي حد اي فرقه في العالم عندها اخطاء واي فرقه في العالم عندها نقطه ضعف. فهي الفكره كلها ان انت في الوقت دوت هتقدري اللعيبه الرغبه والطموح والسعي على المكسب هيبقى اللعيبه مركزه بشكل كبير جدا عشان تقدر تركز وتحقق المكسب، ولا اللعيبه الرغبه بتاعتها هتبقى قليله وان هم بالنسبه لهم عايزين يلعبوا مباراه قويه ويأدوا بشكل كويس بس ويبدلوا التيشيرتات وخلاص. بالظبط. فهي دي نقطه التحول اللي هتبقى في ايد اللعيبه مش في ايد حد تاني. انا شفت تصريحات كولر، الراجل واخد الموضوع ان هو لا يعني انا عايز اكسب وعايز احقق انجاز وعايز احقق ميداليه. فيا رب الاحساس دوت والدوافع ديت توصل للعيبه ويبقى الموضوع مش اداء مشرف، لا انت تقدر ان انت تحقق. يمكن انا كنت من الناس الحمد لله اللي كانت محظوظه ان انا لعبت مباراه ريال مدريد 2001. انا عايزاك تقول لي عن كواليس المباراه دي. طيب احنا كنا ساعتها كنا لسه مخلصين معسكر الاعداد في البرتغال ورجعنا على المباراه. يعني تحضيرنا للمباراه ان انت هتلعب قصاد ريال مدريد ويعني نجوم العالم في الفتره ديت زيدان وفيجو وروبرتو كارلوس، فيمكن الموضوع برضو كان بالنسبه لنا حلم ان الواحد يلعب في مباراه تاريخيه زي كده. زي ما قلت لك هي الرهبه اول 10 دقايق بس كانت موجوده، لكن طبعا يعني الحرص الزياده وان انت هتلعب قصاد نجوم العالم دي حاجه كانت بالنسبه انا. احنا كنا لسه برضو في الفتره ديت لسه منتخب شباب لسه راجعين من بطوله العالم وكنا محققين تالت عالم في الفتره ديت، فراجعين الحمد لله يعني كانت عندكم الاجواء عندنا الاجواء ديت. فكان بالنسبه لنا انا هلعب قصاد ريال مدريد لكن انا برضو لا انا عايز ادي بشكل كويس وعايز انجح وعايز اكسب. فيمكن الحمد لله زي ما قلت لك هي كانت اول 10 دقائق اول ربع ساعه الرهبه، لكن بعد كده الموضوع جوه الملعب طبيعي جدا مع المسانده الجماهيريه اللي احنا كانت موجوده في الفتره ديت. بالعكس لا ادانا دافع كبير جدا وادانا طموحات ان انت لا انت ما ينفعش تادي اداء مشرف، لا انت تقدر تكسب وتقدر ان انت تعمل تاريخ لنفسك وهتتحسب في السي في بتاعك ان انت كسبت ابطال العالم او نجوم العالم في الفتره ديت. والحمد لله يعني يمكن ده اتحقق. عشان كده بقول لك اللعيبه عليها عامل كبير جدا ان هي لازم تقول لهم ايه بما انك خلينا نقول جربت قبل كده ماتش ودي وماتش رسمي، يمكن الناس تقول لك في فرق بس انا مش بشوف ان الفروقات مش كبيره قوي. تقول للعيبه ايه؟ وجه كلمه للعيبه النادي الاهلي. بصي انا عايز اقول لك على حاجه، هي الفروقات ما بين اوروبا واحنا انا شايف ان هم ملتزمين اكتر، هم عندهم الطموح بلا حدود. انا شايف ان ده لو اتنقل لنا او اللعيبه بدات تشتغل ان انا اوجد لنفسي دوافع وطموحات وان انا محتاج ان انا ايه المانع ان انا العب على البطوله واخد كاس العالم للانديه وان انا احقق البطوله وان انا احقق الميداليه الذهبيه. انا شايف ان الدوافع لو اتواجدت عند لعيبه النادي الاهلي صدقيني الماتش هيبقى سهل جدا. لو هم اشتغلوا بنفس التركيز بنفس قربهم من بعض بنفس الثقه اللي لعبوا بيها الماتشين اللي فاتوا ان هم مش مستعجلين معظم الوقت. انا شايف من الحاجات اللي ادت النادي الاهلي الافضليه المباراتين اللي فاتوا ان النادي الاهلي فرض شخصيته اللي هي بيلعب كوره ومش مستعجل وبينقل وبيدور الملعب وان هو عنده ثقه في الاداء. فانا شايف ان دوت لو اتطبق الماتش ريال مدريد صدقيني الماتش هيبقى سهل جدا. الماتشات الكبيره ديت لما بيبقى الواحد بيلعب بثقه وبيلعب بالروح بتلاقي الماتش جوه الملعب سهل جدا.
هتلاقي ان انت اللعيب اللي بيمسك كوره وعايز يباص، اللي عايز يعدي، اللي عايز يرقص، هتلاقي الامور جوه الملعب سهله. لكن زي ما قلت لك، هي اهم حاجه اللعيب يبقى عنده الرغبه والطموح ان هو يكسب، ما يخافش وما يقلقش، يبقى عنده ثقه في نفسه وعنده ثقه في زمايله جوه الملعب، ان انا اقدر ان انا احقق المكسب وان انا اقدر اكسب المباراه، حتى لو انا بلعب مع فرقه كبيره زي ريال مدريد. لكن الموضوع انا شايفه مش صعب، هو الموضوع كله محتاج تركيز واهتمام، وان انت تشتغل وتعرف واجباتك في المباراه ديت ايه، وهشتغل ازاي، وابدا اقسم دوري ازاي. انا شايف المباراه باذن الله لو اشتغلوا بنفس التركيز دوت هتبقى الامور سهله جدا. يا رب. باخر دقيقه عندنا الفقره، عايز اسالك اسئله واجاباتها سريعه جدا. توقعات حضرتك للمباراه قدام ريال مدريد، الاهلي قدام ريال مدريد؟ توقعات الاهلي هيحقق المفاجاه يا رب. مين هيبقى رجل المباراه؟ رجل المباراه انا بالنسبه لي الاربعه اللي ورا مع الثلاثه اللي في نص الملعب. مين هيكون صاحب اول هدف؟ اتمنى يكون محمد شريف. لاعب هيكسر التوقعات بأدائه في ماتش ريال مدريد؟ بيرسي تاو. الشوط الأول هيكون من وجهة نظرك في تحفز، ولا يعني جاست نبض زي ما بيقولوا، ولا هتلعب هتهاجم؟ ما اظنش ان الموضوع هيبقى الراجل هيشتغل بالضغط من قدام، لا بالعكس، هو هيبدا يقفل مساحات، ويبدا يقرب الخطوط بينها وبين بعض في زي الماتشين اللي فاتوا. وانا شايف ان هو لو قدر ان هو يستحوذ بالكره في الشوط الاولاني، شايف ان الموضوع هيبقى سهل الشوط الثاني. ماذا لو تعادلنا 0-0 ورحنا لضربات الجزاء، شايف مين حظوظه اكبر؟ اتمنى النادي الاهلي، لكن طبعا الموضوع بيبقى خارج التوقعات. صح. كابتن حضرتك نورتني وشرفتني، وانا مبسوطه ان انت كنت موجود معايا النهارده، وان شاء الله نحتفل الاسبوع الجاي كلنا بفوز النادي الاهلي. اخيرا وجه كلمه لجمهور النادي الاهلي. يعني بقول لهم طبعا انتوا السند الكبير للفرقه، وانتوا الظهر الفرقه، وثقتكم في الفتره اللي فاتت ورا الفرقه هي اللي وصلت النادي الاهلي، او وصلت الفرقه للمستوى دوت وللدعم دوت. انا بتمنى ان انتوا تفضلوا على طول كده في ظهر الفرقه وفي ظهر النادي. النادي الاهلي نادي كبير بيكوا، وان شاء الله باذن الله يحقق الانجاز ويفرحكم باذن الله الفتره الجايه. يا رب يا رب ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. نورتنا، وان شاء الله يوم الاربع نكسب ونفرح كلنا. خلصت حلقتنا دلوقتي، لكن هنروح لفقره استشاره طبيه، لكن هتكون من حلقه سابقه. استنونا بكره في حلقه جديده ومواضيع مهمه. رجعنا لكم مرة تانية، وصلنا معاكم لآخر فقرات حلقتنا النهاردة استشارة طبية. عفوا، استشارتنا الطبية النهاردة هتكون عن مشاكل وأمراض المفاصل والعظام. مفيش اختلاف على إنها من أكتر وأشد الآلام المزعجة جدا، وإحنا معودين كنا إحنا بنتكلم عليها بقالنا فترة بين كل الفئات العمرية، كبير وصغير. وزي ما بنقول كده، إن كل ما نكتشف بدري المشكلة فين ونحاول نحلها، ده بيكون أسرع في استجابة العلاج. لأن للأسف بعض الأعراض زي سماع صوت طرقعة أو وجود ألم وإحنا ماشيين أو بنتحرك، لو ما انتبهناش ليها ممكن ندخل في مشاكل أكبر، وأحيانا بتوصلنا بعد الشر يعني لتغيير مفصل. عشان كده هنعرف إزاي نقدر نحافظ على نفسنا ونتجنب ألم العظام والمفاصل من خلال المكملات الغذائية. والمكمل الغذائي اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة هو الجوينت بيكس، ومعانا ومنورنا دكتور أحمد رأفت، أخصائي العلاج الطبيعي والمستشار الطبي لشركة بيكس فارما. هيكلمنا أكتر عن العلاج ونعرف كل تفاصيله وإزاي نقدر ناخده. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك. إزاي حضرتك؟ الحمد لله تمام، كله بخير. عايزين نعرف من حضرتك كده إزاي نبتدي نكتشف إن إحنا عندنا مشكلة، مش بس حاجة ممكن نتجاهلها زي الطرقعة والكلام اللي إحنا بنتكلم فيه ده. تمام، هنبدأ الأول نفصل الأول عشان نبقى الدنيا واضحة أكتر. مبدئين المفصل ده أساساً أي مفصل في الجسم بيتكون من عظمتين راكبين على بعض، واحدة فوق واحدة تحت، وجواهم أربطة وما بينهم الغضروف
اللي بيحمي المفصل من التآكل. تمام، وحواليه كبسول، الكبسول دي هي اللي بتحافظ على السائل اللي جوه المفصل. أوكي. واللي هو بيخلي الدنيا فيها زي زيت او حاجه بتتحرك بسلاسه فما يحصلش احتكاك. ده كده المفصل مبسط يعني. فطبيعي دلوقتي احنا عظمتين على بعض، احنا بنتحرك عليهم بنستخدمهم في الحركه او في اي حاجه، عمالين يشتغلوا طبعا. اللي بيحصل ايه؟ ان الغضروف في النص هو اللي حاميهم. صحيح. طيب انا دلوقتي لو طبيعي ان انا بتحرك على حاجه وبشتغل بيها كتير، ايه اللي هيحصل؟ تبدا تتاكل او تبدا تصغر شويه، فالجسم يبدا يبنيها تاني. ده كل يوم على هذا الوضع. صحيح. طيب لما يبدا الجسم بقى يكبر شويه في السن، او انا ما كنتش باكل كويس وما عنديش مخزون من المواد اللي انا محتاجها عشان ابني بيها الحاجه دي، فطبيعي مش هلاقي. فاللي هيحصل ان الغضروف يبدا يتاكل او يبدا يتكسر تدريج، يبدا ان العظم نفسه هو اللي يحتك ببعضه. هنا بقى يبدا يحصل المشكله اللي احنا بنحس بيها اللي هي الخشونه. قبل كل ده بيبقى فيه حاجات انديكيتورز ان في بين، او في يعني مثلا لو في بين، انا لو بطلع السلم في الم في ركبتي، دي بدايات خشونه. مش هنقول ان هي خشونه، بس هي علامه ان كده بدايات خشونه. لو انا مثلا ركبتي بتطرقع كل شويه رايح جاي، ده معناه ان السائل نفسه اللي موجود جوه بدا يقل، فبالتالي ده معناه ان انا داخل في مرحله خشونه. صحيح. من احد الحاجات الثانيه ان هي لو في التهابات او بتورم، دايما بتلاقي محمره الركبه او بعد مجهود، ده تعرفي برده ان دي كده داخله في مرحله خشونه. فدي من احد الاعراض المهمه قوي اللي انا لما الاقيها لازم ابدا اشوف ايه الاسباب. هل انا بستخدم فعلا المفصل بزياده قوي فلازم اريح، ولا محتاج ان انا اشوف الغذاء بتاعي اصلا ناقص ايه؟ صحيح. عشان اعوضه ده. فدي كده بس الانديكيتورز بتاعت المشكله وازاي المفصل بيتكون اصلا. اوكي فاهم. يعني في ناس بتقول يعني بتمشي بالعكس، يعني علشان بيبتدوا يحسوا بالحاجات دي فيبتدوا يريحوا نفسهم عشان ما يحركوش المفصل كتير. تمام. وده مش صح. يعني المفروض ان احنا بنعمل ايه يعني عشان نتفادى موضوع التهاب المفصل او ان احنا يبقى عندنا خشونه مفاصل؟ طيب هو مبدئيا كده اول حاجه انت لسه قايله دلوقتي ان الناس كتير قوي لما بتتعب دلوقتي بتريح. ده اول حاجه عملوا ابحاث جديده كده قالت ان لا، عدم الحركه بيؤدي الى ان العضله بتضعف اكتر. بالزبط. وان المشكله بتسوء اكتر. انما لو انا حتى على الاقل اتحركت في المجال اللي مسموح لي بيه من الالم او اللي اقدر استحمله، مع الوقت هيبدا تدريج المفصل يتحرك معايا بشكل اوسع واقوى. ومش هحس بالبين ده اساسا. لان هو المخ يبدا يحس ان هو طب ما انا طبيعي، انا الحركه عندي كويسه ما فيهاش مشكله، طب انا حاسس بوجع ليه؟ انما طول ما انا شايل ايدي مثلا او محافظ عليها ومش قادر اخليها تتحرك، هفضل حاسس بالالم، وبالعكس المخ هيزيد اصلا في احساس الالم. بالزبط. لان انا قاعد شايلها جنبي. غير كده كمان ان انا بضعف العضله اكيد. هي بقى دي النقطه. ان كله بيضعف كل ما انا مريحها، فطبيعي بقى اول ما افك واقول انا كويس هلاقي نفسي لا تعبان ومش قادر اعمل حركه طبيعيه جدا. أوكي. دي مشكله. أوكي. كبيره قوي. تمام. فعشان كده دايما لازم لما نحس بالالم، اولا طبعا لازم نشوف ايه سبب الالم. صحيح. ولو حاجه من الحاجات اللي انا قلتها لازم نروح للدكتور نكشف طبعا عشان نعرف ايه العلاج المناسب. واهم حاجه نبص بقى على الغذاء بتاعنا. الغذاء بتاعنا اخباره ايه؟ لان جزء كبير جدا من المنا معتمد على الغذاء بتاعنا. احنا كلنا عندنا مشاكل في التغذيه يا دكتور، كبار وصغيرين. ده حقيقي. محدش بياخد الغذاء الكافي ولا الفيتامينز اللي محتاجها. ده حقيقي. ليه بقى؟ ايه السبب؟ لان احنا كلنا اتجهنا ان احنا ناكل بسرعه. بالظبط. وما بناكلش في مواعيد ثابته. مظبوط. وجباتنا بقتش متنوعه، بقينا قدر الامكان عايزين اي حاجه فاست فود او اي حاجه سريعه ناكلها. مش فاست فود يعني من انا بره، بس فكره ان هي حاجه سريعه، ساندوتش على السريع عشان نلحق نعمل حاجه او رايح مش عارف فين. فبقت دي حاجه اصلا اساسيه في حياتنا. ما بقيناش بنقعد زي الاول نقعد ناكل براحتنا وعلى مهلنا. اولا الوجبه زمان كانت بتبقى محطوطه فيها تنوعات كتير. صحيح. ما بقتش موجوده. فده نقص عندنا حاجات كتير قوي. بالتالي بدانا نعتمد على المكملات الغذائيه بشكل اكبر بكتير قوي. هتلاقي معظم دكاتره التغذيه دلوقتي لازم بيوصف مكمل غذائي في حاله نقص حاجه معينه. أوكي. ده كتير جدا دلوقتي. دي حقيقة. لان ما بقاش حد يعوضها. والاكل نفسه نوعيته اتغيرت. للمفاصل، هل المفاصل كمان بتحتاج مكملات غذائيه، بتحتاج فيتامينات معينه؟ هنا بقى دي النقطه، ان احنا كنا بنتكلم لسه على الجوينت بيكس. هو الجوينت بيكس معمول مخصوص للمفاصل. مش معمول لحاجه ثانيه. مكوناته هو بقى مكوناته هو مكون من 5 مواد اساسيه، اللي هي اللي بتدي المفعول السحري بتاع الجوينت بيكس. اولهم كوندروتين. يعني احنا بص ده اللي مكتوب عليه ان هو يسهل حركه المفاصل، تخفيف الورم وبناء الاربطه والغضاريف ويخفف الالم. كل ده مكتوب بناء على ايه؟ بناء على 5 مواد اللي احنا هنقولهم. أوكي. يعني احنا قلنا اول مادتين كوندروتين وجلوكوزامين. المواد دي هي المواد البنائيه للغضروف. يعني هي دي المواد اللي بتبني الغضروف اصلا جوه الجسم. الجسم بيفرزها اصلا داخليا عشان يبني بيها الغضروف بتاعي. اوكي. فطبيعي انا لما بكون زي ما قلنا بقى بنكبر في السن، فده بيقل. او انا ما باكلش كويس الحاجات اللي فيها المواد دي، فالجسم يقدر يمتصها ويخزنها، فمش عارف اجيبها من بره. فبالتالي هو المادتين دول اساسيتين موجودين في الجوينت بيكس عشان يبني بيهم الغضروف بتاع اي مفصل. طبعا مش المفصل بتاع الركبه بس. بس هو اساسي ان هو بيوجه دول للمفصل عشان الغضروف يتبني. تاني ماده على طول اللي هي الهيلورونيك اسيد، وهي دي السائل اللي موجود ما بين المفصل اصلا.
اللي احنا بنقول عليه لما بيقل بنوصل لخشونه. صحيح. فهو ده السائل احنا حاطينه برده جوه البيل نفسها عشان خاطر يبقى دي في دايما اوفر فلو منه، حتى لو بينقص فانا بعوضه، فبالتالي ده اللي بيعمل سهوله في الحركه. يعني هي لو ربطناهم بالكلام هتلاقي سهوله الحركه جايه من ده. حته عدم الالم جايه بسبب ان احنا في البرومالين والجينجر، المادتين دول مادتين طبيعيتين. واحده موجوده في الاناناس، البرومالين دي مستخلص من الاناناس وهي مضاده للالتهابات. والثانيه اللي هي الجينجر، ده اللي هو الجنزبيل، ده موجود بنشربه كلنا، ده مسكن طبيعي ربنا خلقه. ده فيديو يا دكتور بيشرح ايه بقى اللي حضرتك كنت بتشرحه؟ اللي بيشرح المفصل زي ما كنا لسه بنقول من شويه، ان المفصل مع الضغط الكتير بيبدا يتكسر ويبدا تدريجي الحركه كل ما تزيد اكتر، كل ما الغضروف نفسه بيتاكل بقى اللي حوالين العظمه. ده الحمايه اللي ما بتخليناش نحس بالالم. طالما بدات تختفي كده فاللي بيحصل ان العظم نفسه يبدا يحتك ببعضه، فيبدا يعمل مشاكل، ان العظم نفسه يبدا يكون نتوء عظمي. النتوء ده هو اللي بيعمل بقى بين جامد جدا جدا، ومبقاش فيه حركه ومبقاش قادر اقف على ركبتي خلاص. فبالتالي بنوصل لمرحله ان احنا لازم نغير ركبه، لان خلاص ما بقاش فيه. يعني بصوا بيتاكل ازاي خالص، هو بدات النتوء العظميه تبان اهي، فبالتالي بصوا الحركه تبقى عامله ازاي، مفيش بقى اي سلاسه خالص ولا في اي نوع من انواع ده. بالعكس ده كده الدنيا يعني اي حركه من دي حتى لو بسيطه هو هيحس ببين طبعا، وطبعا هيبقى في بقى ورم وفي التهاب جامد بسبب المنظر ده. لان العظم اول ما بيحتك خلاص ده بيعمل التهاب قوي قوي، لانه يعتبر كانه كسر، هو احتك ببعضه كانه اتكسر، فيبدا يحس ان هي الحته دي مكسوره، فالجسم يبقى فيه ميه كتير ويبدا تزرق. هو ده اللي بيحصل بالظبط. فعشان كده الجوينت بيكس موجه للنقطه دي، لتاكل الغضروف اللي حصل ده هو بيمنعه، لان هو بيخلي الدنيا فيها دايما اللي يبني اكتر اسرع بكتير من اللي انا محتاجه كمان. وتاني حاجه ان هو زي ما قلنا بقى لو في التهاب او في وجع، فهو الجينجر والبرومالين دول مادتين جوه بيقضوا على الحاجتين دول، فهو بيحس انه مرتاح. ده اللي في حاله العلاج، انما احنا دايما بنفضل نقول خدوا قوقايه عشان ما نوصلش اصلا للموضوع ده. اوكي. فطبيعي انا لما باخده قوقايه فالغضروف عندي بتبني سريع، بتبني كتير، فمش هوصل اصلا للمراحل دي خالص. حتى لو انا رياضي وبدوس على الجوينت بشكل رهيب، طول ما في اللي بيبني طول ما انا تمام مفيش اي مشكله. يعني سؤال يا دكتور، انت احنا دايما بنشوف كبار السن هم اللي عندهم مشاكل الركب او الرياضيين، بس في ساعات برضو بنشوف الناس اللي عندهم 80 و90 سنه والله ما شاء الله بيجروا بيتمرنوا وبيمشوا وما فيهمش اي مشاكل. أوكي. يعني هي مش الزمن هو اللي هيعمل فيها كده، على قد ان الاهمال هو اللي هيعمل فينا كده. زي ما اتفقنا ان هو الغذاء والرياضه، يعني مهما وصل البني ادم لسن يقدر طول ما هو محافظ بالمكملات الغذائيه والغذاء والرياضه يقدر يفضل تمام ولا ليها عمر افتراضي هذه الركبه؟ خالص طول ما هو محافظ على عضلات المفصل اللي شغاله معاه، ومحافظ على المفصل، ومحافظ على مكملاته اللي هو جسمه فيه دايما الغذاء المطلوب عشان يتبني، عمره ما هيوصل لاي مشكله خالص. لان هي العضله مالهاش دعوه بسن، المفصل هو اللي مرتبط بالسن زي ما قلنا، عشان خاطر الحاجه اللي بتتغذى بيها بتقل. فانا لما بدي له من بره فخلاص انا ضمنت ان المفصل هيفضل سليم. العضله بقى مالهاش دعوه باي سن خالص، طول ما انا بقوي عضلاتي طول ما انا هفضل كويس جدا. ما هي دي عقليات موجوده برده في مجتمعنا يا دكتور، تلاقي مثلا من بدايه من مش هقول لك بقى من 60 من 40 50 كده تقول لك انا كبرت خلاص، انا عجزت انا مش عارفه ايه، لكن بره ما فيش الكلام ده. وهنا طبعا اقليه جدا بيهتموا بقصه التغذيه وكده. ما هو ده فرق واضح جدا ما بيننا وما بينهم بره. انت يعني حتى انت هنا لو شفتهم هنا بره بيبقوا جايين الهرم بيتمشوا تمشيه في الهرم، غالبا انا شخصيا ما اقدرش امشي بالظبط. بنشوف ما شاء الله هم ليه؟ لان هم دايما يوميا عندهم رياضه، اكلهم صحي قدر الامكان، لازم دايما بياخدوا الغذاء المطلوب، فلو مش هياخدوا من الاكل بياخدوا من المكملات. هم دايما بيحافظوا على صحتهم بره قوي. احنا هنا بيبقى عندنا فكره ان هو يعني الحمد لله اهي ماشي، احنا هناخد زماننا وزمان غيرنا. نرجع لجوينت بيكس، مكوناته، هل المكونات دي فيها حاجه مثلا مضره بالمعده؟ يعني لا خالص، ثقيله على البطن. احنا عارفين دايما ادويه العظم بتبقى تقيله على المعده شويه. اوكي، ده احنا زي ما اتفقنا بقى هو مش دواء، هو مكمل غذائي. حلو قوي. ده رقم واحد، مكمل غذائي بمعنى ان هو دي حاجات اصلا احنا بناخدها من الطبيعه وموجوده جوه جسمنا الطبيعي، فانا مش قادر ان انا انتجها بكفاءه او ان انا قادر اخدها من الاكل بكفاءه، فباخدها في شكل بيل. فطبيعي هي امنه جدا، ما فيهاش اي مشكله خالص، ما بتاثرش على اي حاجه، ما لهاش اي اعراض جانبيه. ده بالعكس، ده هي حتى لو زادت عن حدها الجسم بيتخلص منها. يعني مفيش، انت لو اكلت مثلا فيتامينز كتير بشكل ما مش هتفاجئ التسمم، بس لا الجسم هيتخلص من الزياده. لان يعني في فيتامينز بيبقى ليها اضرار يعني، بس مش جوينت بيكس مش منهم، لان الحاجات اللي فيه دي كلها موجهه لحاجات طبيعيه جدا. لكن انا بتكلم ان جنرال المكملات الغذائيه مالهاش اضرار جانبيه. اوكي. طيب بالنسبه للفئات العمريه اللي تقدر انها تاخد الجوينت بيكس، لينا عمر معين ولا هو من اول ما يقدر يبلع الحبايه اوكي؟ بس انا دايما بفضل دايما نقول 16 سنه عشان يكون حتى خلاص وصل الايدج ان هو بقى كبير،
بقى خلاص نموه خلاص بدا يبقى بيقف شويه، في نفس الوقت هو بدا يكون رياضي محترف او بيكون بيلعب كتير، بيعمل حاجه معينه فيها حركه في الجوينت فيبدا يحافظ على نفسه. انما اللي قبل كده كله هو غالبا بيكبر وكل حاجه بتنمو وجسمه بيبني بنفسه اسرع بكتير من ان هو يحتاج ياخد مكملات، الا في حالات الضروره بقى اللي شفنا التحاليل في حاجات ناقصه معينه. أوكي. فساعتها بنوجهه ان هو ياخد مكملات. طيب هل الكورس ده يا دكتور يعني ليه وقت معين ولا بفضل اخده على طول؟ لا هو باخده على طول، على طول ان هو حفاظا على اللي عندي زي ما اتفقنا، هو ديلي ريكومندد دوز، دي الحاجه اللي انا محتاجها النهارده. انا خدت الحبايه النهارده فدي الكميه اللي انا جسمي هيستغلها النهارده. بكره انا محتاج تاني لان انا هتحرك تاني وهمشي تاني، فبالتالي هي حاجه لايف تايم طالما انا مش قادر اوفر ده من اي مصدر اخر. وده بيحصل كتير ومش هنلاقي ناس بتوفر ده من مصادر اخرى طبيعي. فالافضل ان احنا نلتزم بحاجه ثابته عشان نفضل دايما بصحه. حلو، احنا برضو عايزين نستغل وجود حضرتك كده وتقول لنا روشتة منظمة كده للحفاظ على صحة المفاصل. طبعا. 1 2 3 4 لكل اللي بيسمعونا، يبقى ينصح أولادهم ينصح أمهاتهم، بس ادينا ستيبس كده نعمل. طيب. أول ستيب ودي الأهم خالص، ان احنا لازم نحافظ على الرياضة حتى ولو 10 دقائق في اليوم. يعني مش هنقول ان هي لازم جيم، بس لازم على الأقل يوميا يكون في حركة لكل مفصل في جسمي. ما سيبوش قاعد في وضع ثابت. صحيح. دايما الركبة والكوع والكلام ده والكتف، في حركات معينة كده معروفة طبيعية من غير وزن من غير أي حاجة. ممكن أعمل 10 عدات كل يوم الصبح، أنا نشطت العضلة وزودت الدورة الدموية وفي نفس الوقت جسمي بدأ يفوق، بدأت أحس أن أنا فيها طاقة. تمام. ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم نشرب مياه كتير. ما ينفعش نقلل المياه، جسمنا معظمه المفروض نسبة الجسم 56% أو أكتر مية، ده المفروض. احنا بنكتشف ان معظم الناس دلوقتي نسبة المية عندهم أقل من 50%. صحيح. حاجة و40%. مظبوط. وده قليل قوي. ده كده معناه ان في جسم فيه نقص مية، وده بالتالي بيسبب ألم، بيسبب مشاكل في المفاصل، بيسبب ضعف في العضلات. لأن العضلة برضو محتاجة مية عشان تكون واخدة وضعها الطبيعي. صحيح. شكلها الطبيعي. صحيح. اخر حاجه بقى المكملات الغذائيه، دي مهمه جدا ان احنا نلتزم بيها ونحافظ عليها عشان يكون جسمنا دايما فيه اللي يكفي من اي حاجه. سواء بقى جوينت بيكس، ده اساسي طبعا زي ما المفاصل زي ما قلنا، وفي فيتامين دي، في كالسيوم، في حاجات تانية مهمه قوي برضو لجسمنا لازم ناخدها عشان نحافظ عليه في احسن وضع. دكتور، فيتامين دي علشان ابتدي اخد فيتامين دي، هل لازم ابقى عامله تحليل فيتامين دي وكذا، ولا ممكن اخده برضو كوقايه؟ لا، هو ممكن تاخد كوقايه عادي جدا، ما فيهوش مشكله، لان كده برضو زي ما اتفقنا الحبايه فيها الديلي ريكومندد دوز، ده اللي انا محتاجه النهارده مش محتاجه على مدار اسبوع. في حاجات مكملات غذائيه بيبقى الرقم اللي فيها اعلى بكتير، ده بتبقى واحده في الاسبوع. انما الفيتامين دي الفي دي بيكس اللي تبع شركه بيكس فارما. أوكي. ده المفروض ان هي الديلي ريكومندد دوز في اليوم. فانا لو خدته النهارده هيكفيني النهارده، هحتاجه تاني بكره. طب ده يخليني اسال حضرتك، ممكن تقول لنا المكملات الغذائيه الثانيه اللي بتقدموها شركه بيكس فارما؟ احنا قلنا الجوينت بيكس ده خلاص اساسي. تمام. قلنا الفيتامين دي اللي هو في احنا معانا الصوره اهي برده، متهيألي هي دي بقى. احنا قلنا جوينت بيكس، وقلنا في دي بيكس اللي هو الفيتامين دي، واللي جنبه السي دي زد بيكس ده الكالسيوم. ده مهم جدا عشان العظم. محتاجينه عشان نبني خلايا العظم بتاعتنا. وفيتامين دي مكمل معاه، لازم الاثنين مع بعض. يعني ما ينفعش اخد كالسيوم لوحده، ما ينفعش اخد فيتامين دي. فيتامين دي ممكن اخده لوحده لاسباب ثانيه، انما كعظم لازم اخد الاثنين، لازم اخد كالسيوم وفيتامين دي مع بعض عشان يخشوا جوه العظم ويعملوا بايندينج فيبدا يتكون الخلايا العظميه. واخر حاجه خالص اللي هو الالب مالتي فيت، ده مالتي فيتامين فيه كل الفيتامينات الباقيه للجسم، زي الزنك، زي المغنيسيوم، زي البوتاسيوم، زي الفيتامين بي كومبلكس كله اللي هو مفيد بقى للاعصاب والالام والكلام ده كله. احنا المكونات بتاعت الاربع منتجات دي طبيعيه ولا فيها مثلا مزودين عليها حاجات كيميائيه؟ لا، كلها طبيعيه 100% وكلها مصريه 100%، ما فيهاش اي نوع من انواع الحاجات الكيميائيه خالص. اوكي. احنا بنتكلم عن مكمل غذائي مناسب للرياضيين، مناسب للناس اللي ما بتمارسش رياضه، ومناسب كمان للشباب من اول 16 سنه. حقيقي. مظبوط. الحوامل بقى، هل لو واحده حامل تقدر ان هي تاخد المكملات دي؟ ما تقدر، بس برضو انا هقول لك ان الحوامل اصلا ليهم برضو تحاليل مخصوص وليهم نسب اعلى بكتير من الناس الطبيعيين. فاحنا لو هنديهم فلازم يكونوا برضو موجودين مع دكتور عشان يوصف لهم الدوز المظبوط بناء على اللي هي ناقصها. لان الحمل اصلا بيبقى فيه كذا اوبشنز للبيبي، حاجات وهي حاجات، فالتحاليل لازم تبقى مظبوطه والنسبه مظبوطه. انتوا بتعملوا تحاليل لاي كيس بتجيبه؟ اي حد لازم هنعمله تحليل طبعا، ونشوف النسبه قد ايه، ونشوف هو محتاج دوز قد ايه. بس احنا دلوقتي بنتكلم الحاجات دي لو بالنسبه للبني ادم او الانسان الطبيعي اللي ما عندوش مشاكل اصلا. فدي الديلي ريكومندد دوز اللي هو محتاجها يوميا. أوكي. كبني ادم فانكشنال في الحياه ما عندوش اي مشكله. لكن يعني لو عنده مشكله بتبتدي، لكن عنده نقص، بنشوف بقى النقص ده قد ايه والنسبه محتاجين نعليها قد ايه او في خلال فتره قد ايه. تمام. طيب طرق التواصل معاكم؟ طرق التواصل الارقام على الشاشه، هيتصلوا بيها هيلاقوا فريق طبي مختص بيتواصل معاهم،
وبيشوف احتياجاتهم ايه بالظبط ومحتاجين ايه وهيوفر لهم كل حاجه. حلو. طيب شركه بيكس فارما عامله دلوقتي برودكت حلو، مكمل غذائي حلو وفيه كل الفيتامينات ووقائيه وكل حاجه. هل الشركه بقى بتاعت حضرتك بيكس فارما بتراعي بقى الثمن؟ لان انت عارف دايما بيبقى فيه كل اللي عايز يجيب مكمل غذائي بيبقى فيه تخوف من ان السعر يبقى غالي. تمام. لا ومن ناحيه الاسعار الموضوع في متناول الجميع على فكره بشكل يعني انت لو سالوا على الاسعار الموضوع سهل جدا. انا هسال يا دكتور. لا اسالي. انا هسال. اسالي وهتلاقي جميل متوفر جدا وبسيط، يعني سعره بسيط جدا بالنسبه للاسعار اللي موجوده في السوق. لا هو سعره يعني كويس جدا جدا. يعني هيعجب الناس جدا بصراحه. الكورس كله على بعض رقم مش ضخم خالص. يعني تماما. والناس تقدر تتواصل معاكوا عن طريق الارقام الموجوده على الشاشه في أي وقت ونعمل هيلاقوا حد بيرد عليهم طبيا، يعني هتلاقي دكتور بيرد عليهم كمان مش اي حد. اوكي. طبعا. احنا بنشكرك جدا يا دكتور. خلصت فقرتنا وانت منورنا دايما في فقرات تانية ان شاء الله نتكلم فيها عن صحه الجسم والعظم والفيتامينات ونستفيد من حضرتك. للاسف خلصت فقرتنا النهارده، استنونا في فقرات تانية كتير. باي.